انا وهبي مصطفى من مدينه سطات، كنت تعرض لشي ضغوطات من واحد العصابه من القاره، منهم واحد الغياط وواحد الجوجات معاه، وقبل جاري واحد الملف. انا ملي خول لي رزقي بسعت منه، وصلنا على ديك الطريقه حتى الناس ديال الدارك هاد القاره غتخويوها. وفي الاخر كنتفاجئ بواحد بواحد التاجر ديال ماء الحياه بلا ما نذكر السميه ديالو، كيبيع الماحيه، كيهدد فيا انا والزوجه ديالي. وقبل انا بنتي مرضت هنا، بنتي ازماتيك كتخنق، جيت هنا سيمانه وانا هنا في سطات باش نعالج بنتي، وبقات الزوجه ديالي وهاد السيده في الدار في الكاري في القارة. من بعد ملي مشيت تما قال لي راه هاد السيده عيطت لهذا فلان اللي كيبيع الماحيه، راه جا هو وجاو معاه شي وحدين اخرين بماطر مرادفين، كانوا غيتكرفسوا على مرتك، كون ما حضرناش ليها حنا فكيناها، كانوا غيديو يكرفسوها. راه حنا السيد عيط لها قال اجي فلانه تعالي لهنا، جات عنده، كل ما جات عند هذاك السيد، وهذاك السيد ود الكاره وكيعرفوه، كرة مرتي تعرضت للاغتصاب والتكرفيس وكذا. ورغم ذلك تفاجأت بهذا السيد اللي كيبيع ماء الحياة، ولا مكون عصابة هو وهاد الناس اللي سرقوني، ولا كيقول لي انا غتمشي للحبس انت ومرتك، غنصيفطك للحبس، اي بلان اي حاجة غتلصق لك انت ومرتك. انا ما بزناز، ما كنبيع حشيش، ما كنكمي حشيش، ما كنشرب، راس مالي قرقابه وطبل، كندور نترزق على وليداتي. وانا دابا حاليا هذيك المشيه اللي مشيت تما ما خلونيش تنخدم، مكوني لي عصابات في السوق اسبوعي تما، راه حاضرين القهاوي كاملين يديروا بحث ديالهم، وكتكرفسوا علينا. انا حوايجي حاليا باقين تما عند السيده اللي كاري عندها، الزوجه ديالي هي جات معايا دابا كاينه هنا سطات. انا دابا الكرا مولا الدار فات عليا الشهر وباقي ما مخلصهاش. ما قدرش نمشي للكاره باش نترزق الله باش نخلص الكرا. في الاخر وليت كنتفاجئ بهذا السيد اللي كيبيع ماء الحياه كيهدد فيا، اش غتصور انا ندير، انا نصيفطك للحبس انت ومرتك، انا غنخلي لك بلانات، انا هادي هو والخليله ديالو وهاد الغياط وهاد الجوجات اللي معاهم، كونوا عصابه بيناتهم. وليت كيقول لك غتخوي الكاره، لا ماشي من حقنا نمشيو لهاد الكاره، نخليو عليهم هاد الناس يديروا فيها العصابات ويديروا فيها اللي بغاو. حنا تعرضنا للسرقه، هاد الناس خاصنا نكونوا عندنا واحد التقديم، نتقدموا حنا وياهم للعداله، وخاصها تكون اجراءات صارمه. حنا عندنا الله وسيدنا والقانون، وعاش الملك. انا كنطالب بالدرك ديال الكاره يبينوا لنا حقنا، هاد الناس راه في زنقه الكياله وباقي حاليا في هذيك السكنه مجموعين، وهاد خينا اللي كيبيع ماء الحياه راه كيعرفوه، كتعرفوه هذيك السيده اللي معاهم، راه حتى هي كانت قامشت وجهها وقالت لهم ضربوني بموس، كتكذب، ضحات عليهم تعطاوها 4000 عاش، ما دارت لا شهاده طبيه لا والو، هي قامشت وجهها تعرفها هي هاد القوالب، ومدوزه الحبس هي وهذيك السيده الاخرى اللي معاها. ودابا انا وليت معرض للتهديدات انا ومرتي، انا راه اي حاجه توقع ليا كنحمل هاد الناس المسؤوليه، وكنوجه بالرساله الناس ديال الدارك يعطوني حقي، انا راه باغي حقي، ما باغيش شي حاجه من غير حقي. ولكن باش هاد الناس يقول لي تخوي الكاره، بغا نعرف هاد الناس لا من حقهم نخوي الكاره نخويها. مهدد انا والزوجه ديالي باش يديروا لي شي قارب يدخلوني للحبس انا والزوجه ديالي، حيت صاحب هذيك السيده كيبيع الماحيه، ومورا الدار جرات على هذيك السيده على قبل هذاك السيد، كتعيط لي يجيب لي الماحيه. وانا حاليا حوايجي راه باقيين تما في الكاره، انا وليت مهدد، ياك دولتنا دوله الحق والقانون، انا باغي حقي. ما يمكنش هاد الناس في الاول كيقولوا انتم راه عندكم الفساد وعندكم السرقه، وفي الاخر تفاجات بالخروج ديالهم. انا راه ضغط، انا كنطالب بحقي، والمتابعه ديال هاد الناس كنتابعهم، وكنوجه الرساله الكولونيل ديال الجندارم، الناس ديال الدارك ديال الكاره، السيد الوكيل العام انصفني واعطيني حقي. انا راه خليت مرتي تما سيمانه وجيت هنا، بنتي كانت مريضه، راه مرتي كانت غتكرفس، مكفين عليها عصابه، وانا كنطالب حقي. الا كانت هاد السيده مرتي تعرض لهذا الشيء، علاش؟ حيت هاد الناس مشيت وانا مسروق وما تعطانيش حقي، وخرجوا هاد الناس، على بغيت نعرفهم اشنو السبب تخرجوا هاد الناس. هو هاد الغياط معاه وحده، ما كاين لا كاغط لا والو، وكتقول لهم انا راقصه
في المحضر هاد السيدة خاصة تكون ربيعة معاها، الرئيسة راه كتكون في كباري، هاد السيدة ماشي خامة والو، الناس ديال السطات كلهم كيعرفوها شنو هي حرفتها، هادي تابعة طريق الفساد هي وهاد السيدة اللي معاها. أنا ما كندخلش هاد الشؤون، هاداك الشيء شغل الناس ديال الأمن. أنا بغيت نعرف أنا ما علاش كنتعرض للتهديدات من طرف هاد العصابة، أنا ومرتي وشنا رزقنا وما خدناش حقنا، وعاش الملك، الله ينصر سيدنا والله ينصر سيد الوكيل العام والله ينصر سيد الناس ديال الدارات، كيبينوا لي حقي مع الناس، إلا عندهم شي نفوذ كيغطيو عليهم أنا باغي حقي، وعاش الملك.